من كتاب الحكام للشيخ تاج الدين أحمد بن عطيل السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته وانشغالا بذكره عن مسألته واشتغالا بذكره عن مسألته. هذه الحكمة الثانية اللي بعدها لأنها مرتبطة. قال رضي الله عنه: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال. نعم. وإنما ينبه من يجوز عليه الإهمال. نعم. نأخذ بالنا من الحكاية إن الإنسان عندما يزداد تعرفا على مولاه سبحانه وتعالى يعلم أن اختيار الله له أفضل من اختياره لنفسه، وأن الله لطيف به على كل حال، فيصير عنده أدب لا يسأل الله رفع شيء أو جلب غائب، ولكن ينشغل بذكر مولاه فقط. ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على إيه بقى؟ على قسمته، رضا بقسمة الله، واشتغالا بذكره عن مسألته. وكان النبي كده صلى الله عليه وسلم، حال النبي كان غالبا كده. فاكرين انتوا الحديث اللي هو لما حصل جدب في المدينة وجفاف شديد، والنبي مش عايش معاهم وشايف ان في جفاف، ما قالش حاجة، ما سألش، مشغول في 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 ايه؟ في عبادة مولاه فيما أقامه الله فيه. لحد ما جاء واحد من العرب من الأعراب قال له: يا رسول الله، هو بيخطب الجمعة، استسقي لنا فإن أمتك قد جاعوا. فهنا يدوب بس إيه؟ طلب. لكن النبي ليه لم يطلب أولا؟ لأنه شغله الأدب عن الطلب. واضح؟ وعلشان كده في نوع من الأولياء يسموه أهل تصريف، وفي أولياء تانيين أهل تفويض. الولي اللي هو أهل التفويض أعلى من الولي اللي هو أهل التصريف. أهل التصريف اللي هو ربنا يصرف الأمور على إشارته، لدرجة يولي من يولي ويعزل من يعزل، دول اسمهم أهل التصريف. كويس؟ في نوع من الولاية أعلى من ده. العوام يفتكروا ان اهل التصريف دي ولايه عاليه قوي، لا، ده الولايه الاعلى هي التفويض، ان يفوض الامر لله، فلا يختار الا ما يختاره الله. واضح؟ فيترك الامور على ما اقامها الله، فلا يذكر الله بشيء لانه لا يذكر، لانه لا يغفل. وده يسموه المقام الابراهيمي، علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، يسموه المقام الابراهيمي عند ايه؟ عند اهل الصوفيه. فالمقام الإبراهيمي تلاقيه مشغول بذكر مولاك عن الطلب منه، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى يتولى عبده على أوفق ما ينفع العبد، لأن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعشان كده بيقول إيه؟ إذا خيرت فاختار ألا تختار. وسيدنا محي الدين يقول إيه؟ فاختار ما تختار، يعني فوض. اختار ما تختار يعني ايه؟ يعني فوض. يبقى الاولياء في نوع اسمه اهل تصريف، وفي اعلى منه اهل تفويض. تلاقي القطب اهل تفويض ما يبانش، والوالي اللي هو تلميذ عنده، عند القطب ده تلميذ وقاعد يصرف. العوام يجري على ايه؟ على الوالي بتاع التصريف وسايب القطب، لانه مش باين. ليه مش باين؟ لأنه فنى في اختيار مولاه. فهمت بقى المقامة العالية؟ فهو بيدلك على الحكاية، علشان العوام بيقيسوا الولي على إيه؟ على إنه هو بيصرف ويعمل. عايزين ولي حاول، يمسك كوباية فاضية يملها لبن، يعمل إيده كده يجيب من الهوى فلوس، يبقى ولي كبير قوي. عارف بقى الولي الكبير قوي؟ يبقى جعان وما يعملش كده. النبي كان يربط الحجر على بطنه، وكان يجي له الجيش يطعمه من قليل من الطعام، عشان النبي يبين لك المقام. كان ممكن النبي ما كان يجيب لهم اكل، ما يربطش الحجر على بطنه، لكن غالب حال النبي التفويض، لان ده الاكمل.
ولكن الشفقة على العباد إني صرف لهم، فلما يجي له يشتكوا له يصرف لهم. فالنبي أوتي التصريف وأوتي التفويض معا، فيورث بعض الأولياء التصريف ويورث بعض الأولياء التفويض. فهمت بقى إزاي؟ فتلاقي بعض الأولياء شغالين في التصريف، وفي بعض الأولياء التانيين مشغولين بمولاهم عن التصريف، حيث أنهم فوضوا الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فدي ولاية أعلى. طب يعني استحسان الطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اسألوا الله ولو عقالب عليه. ما هو اللي بيطلب، لما بيطلب بيطلب تعبدا قياما بحقوق الربوبية والعبودية، لا تذكيرا لمولاه ولا جزع مما أقاموا فيه. هو بيطلب بس بيان الافتقار، لبيان الافتقار، لأن ربنا أقامك عبد يبقى أطلب. لكن أنا يا رب أنا بطلب، لا مستعجل ولا زعلان في اللي أقامتني فيه، وأنا مش متضايق خالص، بس أنا بطلب يا رب العافية. وهو مش متضايق من مرضه، يا رب العافية، وشايف إن مرضه هو العافية، وشايف إن ربنا استجاب له، ومرضه بيزداد عليه، وبيقول أنا بسأل الله العافية واستجاب لي، العافية أن يمرضني. واضح؟ هذا مقام تاني. كلما ظهرت لك الأمور على حقيقتها لاخترت مراد الله في كل شيء. درجة بعض الأولياء يقول لك إيه؟ حتى أنك إن نظرت للأكوان لتنقل حجر من موضع إلى موضع، لأن كله بقى إيه؟ باختيار الله، كله منضبط. عشان كده كان يعبر عن هذا المقام مين؟ سيدنا الإمام الغزالي يقول لك ليس في الإمكان أبدع من مكان، يعني ما كان اختيار المكون، ما فيش حد هيقعد يعدل. واخد بالك إزاي؟ بس قال إيه المسألة بيقول لك في الكتاب؟ إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف أشكو إليك وحالي لا يخفى عليك. شفت في المناجاة أيضا، يعني في المناجاة بيلخص المقامات دي كلها. كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك. أنا أعرف بعض الأولياء اللي كنت أعرفهم زمان أيام ما كنت بلف على الأولياء، واخد بالك، دلوقتي بقوا يقابلوني. والله كنت زمان ألف عليهم، بس دلوقتي بقيت أخبط فيه الحمد لله. فيك بعض الأولياء اللي أنا قابلتهم لما يجي يسأل ربه ما يعملش حاجة، يقعد كده أقول له قلت إيه؟ يقول أنا عرضت حاجة بس، هو بقى يصرف، واخد بقى ما يختارش، مجرد العرض الحل أو ده حال، حال تفويض. لكن ذكر الله على أي حال دعاء، فمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيت خير ما أعطي السائلين. وعلشان كده يقول لك إيه؟ ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمتي واشتغالا إيه؟ بذكره عن مسألته، وذكر الله هو عين الدعاء. واضح؟ هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. يلا إيه.